هذه بنت، نعم هذه بنت تقول أنها رأت تكحل عينها وشعرها أسود طويل. الكحل في العين قرة عين، والشعر الأسود طويل للبنت زواج وجمال لها. قد تكون هذه بشرى بالزواج، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، والعلم عند الله. نعم نعم معنا اتصال. الأخ محمد تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا حلمت إنه عندي ضرس ضايح، ضرس نعم. الناب الأيمن من نعم. فوق نعم إنه سقط، وأنا مع العلم إني أدرس، وكان لون الناب رصاصي، وجزاك الله خير. حياك الله. طيب بالنسبة للناب، إذا سقط واختفى عن ناظر النظر صاحب الرؤية، فيدل على مرض لأحد من أفراد العائلة، وقد ينتهي هذا المرض بوفاة. أما إذا سقط ورآه في يده أو في حجرة أو في فمه، فهذه أيضا مشكلة، قد تكون مشكلة خلافية أو مشاكل ديون أو أمراض أو غير ذلك. طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لونه يعني ذكر لونه غير أبيض، فيدل على أن صاحب هذه المشكلة إنسان مهموم عنده هم. ما أدري، الله أعلم إيش وضعه يعني في العائلة، ونسأل الله أن يفرج الهموم، والعلم عند الله. نعم، هذا مسج، رأت أنها راكبة باص مع بنت خالتها، ثم بعد ذلك ذهبوا بهذا الباص، كأنهم ذهبوا إلى الحج وعليهم لباس أخضر. هذه الرؤية يعني من قسم الرؤى التبشيرية. السيارة في المنام تكلمنا عنها، قلنا أنها تدل على حياة الإنسان. اللبس الأخضر للمرأة المتزوجة سعادة زوجية، وقد يدل على حمل بولد. الغير متزوجة زواج لها، ذهاب إلى الحج. الحج في المنام يفسر بالخير الكثير والمال الكثير، ويفسر أيضا بالعمرة أو الحج، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم اتصال من أبو عبد الله، تفضل. نعم، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، شيخ كنت أنا أمشي بالسحرة، نعم لابس بنطلون قميص أبيض وكبير شوي بسيط، نعم ظهرت وراي وتمشي وراي سيارة أبيضة ما أشوفها، شيء الأغراض لي، اتجهت يم الخيمة أصدقائي. جيت أصدقائي قاموا سلموا عليه، قالوا ما شاء الله أبو عبد الله ترقيت؟ قلت نعم ترقيت. قالوا عبد الله ترقى ولدي؟ قلت ترقى عبد الله. بحرت نفسي من لابس لبسة رسم عسكري، ورقوني برتبة مقدم، تاج ونجمة على كتفي بالمنام، والتاج ونجمة يضون يشعن بالشمس يعني قويات أنهم اللولو. نعم. وقالوا لي ما شاء الله باركوا لي، ثم عاد قالوا نبي عشاء بالخيمة. ورحنا دورنا حصلنا بالخيمه بيض، وسوينا هذا، قلنا نمشي بالارض نطلع بيض، هذا اللي يطلع احيانا قزاز لنا من تحت بطول، وطاح عليه وسخ على ظهري. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. طيب بالنسبه لهذه الرؤيا، يعني الخيمه في المنام تدل على مناسبه سعيده وتغير احوال في باب العائله، قد يكون في مناسبه عرس مثلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للسلام في المنام، أمان ومحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. أيضا الترقية، وكأنه يعني أصبح يعني على بدلة عسكرية، تاج ونجمة. التاج يدل على يعني الرفعة بين الناس، والنجمة قد تدل على ولد صالح، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يرزق بأولاد قد يكون صالحين ولهم وجاهة. العشاء في المنام مناسبة عرس قد تكون هذه. أما الزجاج وشيء سقط على ظهرك، فالحذر من الحسد الناس، وخصوصا النساء، لأن الزجاج في المنام يفسرنا بالنساء، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أنجشة، قال: رفقا بالقوارير، والقارورة معروفة من زجاج.